من جت المقاومة هاي؟ لين راح أخذ له؟ أبو عداي مو كان صاقرهم للمراجع؟ وين كانوا المراجع؟ أبو عداي داي. ابو عداي استاذ نجاح ها خلي يقول لي لا استاذ نجاح هو لو مال الامريكان المراجع وين كانت لهم كلمه عنه؟ شو وقف 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 خلني اسولف فهاي المراجع اللي حسه ابو عداي هسه شو اسمه هو؟ شو اسمه؟ ابو عداي ابو عداي ابو عداي هو العباس ابو فاضل ابو عداي كان صاقرها صقر المراجع اسمع مني لا كان صاقرها للمراجع لدرجه يعدم 72 واحد من اسمه آل الحكيم زين نسينا نجاح لو سمحت لي استاذ المراجع وين كانوا لو ما الامريكا المراجع مو الخوئي الخوئي المراجع يتحركون صد بخطوات صلى على النبي انا غيث معود نجاح نجاح انا غيث انا غيث وين رايح انت غيث انت غيث لانه شيت لابس لا امامه لا انا غيث اعرفه انا بدون عمامه نجاح نجاح استطيع ان اقول انا من كل ما اعرفه عن المجرمين اسمع مني لو سمحت وقت تعطيني وقت هذا النفخ ما يغير شيء صدام حسين جر الإمامة مو نفخ المراجع بس خليه يكمل فكرته لان وقت ما عندي اريد اختم ما تبقى مقامات لذلك السيستاني يحترم نفسه يبعدها عن السياسه واغلب المراجع الحقيقيين يبعدون نفسهم عن السياسه لان يعرفونها ما بها مقامات اما تقول لي الاكمه خلف الاكمه ما خلفها هاي سالفتي المراجع اذا هم يدرون بالامريكان اعداء هو من هو اللي جاب الديمقراطيه للشيعه وخلاكم تشوفوا راس الوزراء بالعراق غيرهم الديمقراطيه الديمقراطية هاي الاختيالات من الطانة السلطة بالعراق نجاح حسنا حتى الحقائق أقول لك يا شايف السلطة منكم انتم كنتوا بيكم واحد زلمة يشيل مقاومة ويحط لعبوه على صدام حسين لا تخلينا نسولف انتفاضة التسعينة لا لا يا التسعينات توقف يا التسعينات توقف يا التسعينات عما انتفاضة الشعب العراقي انتفاضة الشيعة لا انتفاضة الشيعة احكي عن مقاومة خامنئي احكي عن مقاومة خامنئي من العراقيين احكي على حسن نصر الله اطلع على لسان أحجار قاسم سليمان صار علينا جنرال سولف لي من المقاومة بزمن صدام وين كانوا قيس الخزعلي وين كان الكعبي وين كان مقتدى وين كان وين كانت هاي المقاومة صاقوهم صقر مين جت المقاومة هاي لين راح أخذ لي هل قادر راح أخذتم لهم الأمريكان تشوفون سلطتهم قعدوا راح خلنا نسولف عدل خبرتهم شندوك الامريكان حبيبي عندما ينسحبون صاغرين الامريكان عندما ينسحبون صاغرين كما انسحبت كما انسحبت الصهيوني من لبنان صاغرين شندوك الامريكان الامريكان جابوكم